المسلسلات التي سوف تعرض على قناة MBC بوليود في شهر رمضان لسنة 2020. أولا، المسلسل الباكستاني جول وجولزار. أعلنت قناة MBC بوليود على قناتها الرسمية أنها سوف تعرض المسلسل جول وجولزار خلال أول أيام شهر رمضان المبارك لسنة 2020. عدد حلقات المسلسل 27 حلقة فقط، ولكن قناة MBC بوليود سوف تقوم بتقسيم المسلسل إلى 30 حلقة حتى يتناسب مع شهر رمضان. نوعية المسلسل درامي التشويق. بالنسبة للقصة، المسلسل تدور حول فتاة تدعى جولزار وهي غنية وطيبة القلب، تدرس في كلية من أجل اجتياز امتحاناتها ولكي تجعل عائلتها فخورا بنجاحها. وغول هي صديقة لغولزار وهي فتاة فقيرة وشريرة عكس صديقتها غولزار، فغول تريد المال والثروة بأي وسيلة، لدرجة أنها سوف تستغل صديقتها غولزار لكي تحقق أحلامها الأنانية. أبطال المسلسل غول وغولزار هي الممثلة التلفزيونية الباكستانية صبور علي بدور غول، النجمة كينزا هاشمي بدور غولزار، يعتبر أهم دور إيجابي لها، فهي حصلت فيما سبق على الترشيح لأفضل ممثلة سلبية في جوائز هين. مسلسل باكستاني صرخة انتقام. أعلنت قناة MBC بوليود أيضا أنها سوف تعرض مسلسل صرخة انتقام في شهر رمضان. عدد حلقاته 30 حلقة. نوعية المسلسل درامي رومانسي. أما قصة المسلسل صرخة انتقام، تحكي عن مانات التي هي فتاة مميزة ليست ككل النساء في باكستان، تبحث عن الحق وتقف بجانبه ولا تبالي أمام من تقف، فهي تقف مع الحق بكل قوتها لكي ينتصر العدالة مهما كان المجتمع ظالم. المسلسل يسلط الضوء على مقولة كيف للمرأة أن تعلو صوتها حتى لو بالحق. أبطال المسلسل صرخة انتقام. سبا قمر هي ممثلة ومقدمة برنامج تلفزيوني باكستاني، حازت على العديد من الجوائز في مجالها، ستلعب دور مانات. المسلسل الباكستاني لم يكن حبيبي. أيضا هذا المسلسل سوف يعرض برمضان على MBC بوليود. عدد حلقاته 30 حلقة. نوعية المسلسل درامي رومانسي. قصة المسلسل لم يكن حبيبي تدور القصة عن شخصين مختلفين، بدر وغيتي، أصبحوا ضحايا التقاليد وسيقدر لهم أن يقضوا حياتهم مع بعضهم البعض. غيتي هي فتاة جميلة ذات شخصية مرحة ويحبها الجميع، وهي من عائلة غنية جدا، بينما بدر هو شاب عادي من الطبقة المتوسطة ويساعد والد غيتي في العمل. كل من غيتي وبدر يحبان بعضهم البعض، ولكن بالسر تتوالى الأحداث المسلسل، ويظهر سمير الذي هو رجل متعلم ويقع في حب غيتي. يتحول الحب إلى علاقة حب ثلاثية مصيرها الزواج بالإكراه، حيث بدر سوف يتزوج غيتي زواجا سريا وبالإكراه، لكن غيتي تقسم بأنها لن تكون زوجة له ولن تتقبله كزوج لها. أبطال المسلسل الممثل الباكستاني عفان وحيد في دور بدر، هيرا سلمان والمعروفة باسم هيرا ماني، هي الممثلة الباكستانية والمضيفة الطيران السابقة، ستلعب دور غيتي في المسلسل. هارون شهيد مغني باكستاني ومؤلف موسيقى وممثل، سوف يلعب دور سمير في المسلسل. حتى الآن قناة MBC بوليود أعلنت فقط على عرضها لمسلسلات باكستانية. أخبروني في التعاليق ما هو المسلسل المتحمسون لمشاهدته. انتهى الفيديو، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس لتتوصلوا بجديد الأخبار والمعلومات عن المسلسلات الهندية ونجومها، واعملوا لايك للفيديو، وكلمة شكر منكم تكفيني.